قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ثم المخالفة، وهي القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق، أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد وهو أقسام. بدأ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في القسم السابع من أقسام الطعون العشرة التي يطعن فيها في الراوي. ذكر الحافظ رحمه الله أن الطعون عشرة، فذكر سبعة منهن، ثم ذكر النوع السابع أو القسم السابع من هذه الطعون، ألا وهي المخالفة، أي مخالفة الراوي للثقات، مخالفة الراوي للثقات. وينتج عن مخالفة الراوي للثقات خمسة أنواع من علوم الحديث، منها المدرج الذي سوف يعني نتحدث عنه الآن، ثم المخالفة وهي القسم السابع، يعني مخالفة الراوي للثقات. قال إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق، أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد. يعني المخالفة، مخالفة الراوي للثقات أنواع. النوع الأول، مخالفة الراوي للثقات في تغيير سياق الإسناد أو المتن. فإذا كانت المخالفة في تغيير سياق الإسناد أو المتن فهذا هو المدرج عند علماء الحديث. يبقى إذا نريد أن نعرف المدرج، الحديث المدرج هو الحديث الذي غير سياق إسناده، هو الحديث الذي غير سياق إسناده وأدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل خطأ تاني. يبقى الحديث المدرج هو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل خطأ. يبقى الآن نحن نتكلم يا إخوة عن المخالفة، مخالفة الراوي للثقات، وهذا هو النوع السابع من أنواع الطعون التي ذكرها الحافظ رحمه الله. وهذه المخالفة أنواع كثيرة، قد تقع المخالفة بتغيير سياق الإسناد، أو أن يدخل الراوي في المتن ما ليس منه بلا فصل على سبيل الخطأ والوهم. يبقى الحديث المدرج هو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل على سبيل الخطأ والغلط والوهم. والإدراج إما أن يكون في الإسناد وإما أن يكون في المتن، يعني الإدراج إما أن يقع في الإسناد وإما أن يقع في المتن. قال: ومدرج الإسناد وهو أقسام، يعني مدرج الإسناد أقسام. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو ف
فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. ثاني، أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. فهذا هو النوع الأول من مدرج الإسناد. نحن عرفنا الإدراج بأنه هو ما غير سياق إسناده وأدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل على سبيل الخطأ والوهم. واضح؟ يبقى ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، يعني بلا تمييز، بلا تمييز، يعني لا نستطيع أن نميز كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام الذي يعني أضيف إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخطأ. لا نستطيع أن نميز بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الكلام الذي أدخل في المتن وليس منه. يبقى هذا القيد الأول بلا تمييز. الشرط الثاني أن يكون ذلك على سبيل الخطأ والوهم. على سبيل الإيه؟ الخطأ والوهم. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا إيه حديث من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا الحديث يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود رضي الله عنه قال وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فجاء بعض الرواة روى الحديث كلام ابن مسعود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يميز بين كلام الرسول وبين كلام ابن مسعود، فقال قال رسول الله من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فأدرج كلام ابن مسعود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، يعني لا نستطيع أن نميز بين كلام الرسول وبين كلام ابن مسعود. القيد الثاني على سبيل الخطأ والوهم، يعني هذا الراوي وهم وأخطأ لم يتعمد. إذا تعمد لا يسمى هذا إدراجا. واضح؟ يعني إذا تعمد أن يضيف إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه لا يسمى إدراجا، وإنما يسمى إيه؟ كذبا. أحسنتم، إنما يسمى كذبا. يبقى الإدراج لابد أن يكون هذا على سبيل الإيه؟ الخطأ والغلط، أخطأ فأدرج في كلام الرسول ما ليس منه. أما إذا تعمد يكون كذابا كما فعل غياث ابن إبراهيم لما قال لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح، لما دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام، فهنا زاد كلمة جناح كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لكن لابد أن يكون الإدراج على سبيل الخطأ والوهم، لا يتعمد ذلك. واضح إخوة؟ طيب مرة أخيرة، الإدراج هو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل على سبيل الإيه؟ الخطأ والوهم والغلط. واضح؟ طيب ذكرنا أن الإدراج كما يقع في الإسناد يقع فيه المتن، يعني الإدراج إما أن يكون في الإسناد وإما أن يكون في المتن. ثم ذكر الحافظ رحمه الله أنواع الإدراج في الإسناد وهي أربعة أنواع. ذكر النوع الأول وهو ما قرأته عليكم، أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا، انتبه معي، لا تكتب. مجموعة من الرواة رووا حديثا واحدا
يعني عندنا مجموعة من الرواة رووا حديثا واحدا، لكن لكل واحد منهم إسناد، يعني كل راو له إسناد مختلف عن الآخر. الحديث واحد يعني المتن واحد، والصحابي واحد، لكن لكل واحد منهم إسناد. واضح؟ يعني مثلا منصور والأعمش مثلا روي الحديث عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن نكتب هذا الإسناد حتى تتضح الصورة. يعني منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن شرحبيل، عمرو ابن شرحبيل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم الإسناد إخوة؟ طيب، واصل ابن حيان، واصل ابن حيان روى الحديث نفسه، لكن رواه عن أبي وائل عن ابن مسعود. تاني، يبقى واصل ابن حيان عن أبي وائل عن ابن مسعود. ما الفرق بين الإسنادين؟ صح؟ طيب، الثوري رحمه الله، يبقى هنا عندنا واصل ابن حيان روى الحديث بإسناد، ومنصور والأعمش روى الحديث بإسناد آخر مختلف، ولا لا؟ يأتي الثوري فيجمع الثلاثة اللي هو واصل ومنصور والأعمش عن عمرو بن شرحبيل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، يعني جمع الثلاثة بإسناد واحد، فرواه عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جمع الثلاثة على إسناد واحد، مع أن الثلاثة مختلفون في الإسناد. يعني الإسناد الأول بيروي عن أبي وائل عن عمرو عن ابن مسعود، واصل ابن حيان بيروي عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة، فجاء الثوري وجمع الثلاثة بإسناد واحد دون أن يبين الاختلاف. هذا يسمى إدراجا في الإسناد، يعني أدرج في الإسناد ما ليس منه. يعني في رواية من؟ لا، في رواية من؟ يعني ما الذي أدرج في الإسناد وليس منه؟ في رواية واصل. يعني واصل ابن حيان لما روى الحديث ده رواه عن مين؟ عن أبي وائل عن ابن مسعود. فالثوري جمع الثلاثة بإسناد واحد، فجعل واصل ابن حيان يرويه عن عمرو بن شرحبيل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود. واضح؟ فهو أدرج في الإسناد ما ليس منه. واضح؟ يعني جمع الثلاثة على إسناد واحد، والثلاثة مختلفون في الإسناد. واضح يا إخوة؟ تاني، يبقى منصور والأعمش روي الحديث عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، واصل ابن منصور عن الأعمش ولا منصور والأعمش؟ لا، منصور والأعمش الاثنين، منصور والأعمش روي الحديث عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، واصل ابن حيان روى عن أبي وائل عن ابن مسعود بدون ذكر عمرو بن شرحبيل. جاء الثوري وروى الحديث عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذه أيضا صورة من صور الإدراج. اتضحت الصورة يا إخوة؟ ولا مش واضحة؟ طيب، نقرأ الصورة مرة ثانية. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة. من الجماعة في هذا المثال؟ واصل ابن حيان ومنصور الأعمش رووا الحديث بأسانيد مختلفة، يعني لم يتفقوا في الإسناد، اختلفوا.
فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. من الذي فعل هذا؟ الثوري. أحسنتم. جمع الثلاثة على إسناد واحد دون أن يبين الاختلاف، دون أن يقول لك إن واصل بن حيان رواه عن أبي وائل عن ابن مسعود، والمنصور والأعمش رواياه عن أبي وائل عن عمرو بن شحبيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه زاد في إسناد واصل رجلا ليس من الإسناد، فهذا من صور الإيه؟ الإدراج في السند. واضح يا إخوة؟ طيب، إذا لم تتضح الصورة يعني يمكن أن تراجع إن شاء الله الشريط مرة إيه؟ ثانية وثالثة حتى تتضح لك هذه الصورة. طيب، ثم قال الثاني يعني من مدرج الإسناد أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. تاني، أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. يعني هذا الراوي مع إخوة، هذا الراوي روى حديثين، روى إيه؟ حديثين، فيأتي راو يروي عنه الحديثين بإسناد واحد من تلك الحديثين أو من هذين الحديثين، يعني هو روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد وروى حديثا آخر بإسناد. واضح؟ فيأتي هذا الراوي يجمع الحديثين بإسناد واحد. نعم، يعني هو روى حديثا، روى متنا بإسناد ومتنا آخر بإسناد، يأتي هذا الراوي ويجمع المتنين بإسناد واحد، بإسناد إيه؟ واحد. فهذا أيضا من صور الإدراج. يعني معنى هذا الصورة أن يكون المتن عبارة عن قسمين له تتمة، يعني حديث طويل، حديث إيه؟ طويل له تتمة. هذه التتمة لم ترد في رواية، يعني لم نجد حديثا يجمع الحديث بكلا الطرفين، يعني مفيش رواية جمعت الإيه؟ المتنين، وإنما الطرف الأول موجود عند بعض الرواة ببعض الأسانيد والطرف الثاني عند بعض الرواة بأسانيد أخرى، فيأتي الراوي ويذكر أحد هذه الأسانيد ويجمع الطرفين بإسناد واحد ويجمع الإيه؟ طيب، الشيخ أحمد شاكر في الباعث الحسي يقول الثاني أن يكون الحديث عند راو بإسناد مع إخوة وعنده حديث آخر بإسناد غيره فيأتي أحد الرواه ويروي عنه أحد الحديثين بإسناده ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان. مثاله حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. الحديث فقوله ولا تنافسوا أدرجه ابن أبي مريم وليس من هذا الحديث، يعني أنس عندما روى هذا الحديث روى لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، ما فيش إيه؟ لا تنافسوا، لا تنافسوا في رواية إيه؟ أخرى. واضح يا إخوة؟ يعني رواية ولا تنافسوا ليست في رواية أنس وإنما هي في رواية، بل هو من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا. يبقى المتن الأول لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، المتن الثاني إيه؟ ولا تنافسوا. ماذا فعل هذا الراوي؟ هذا الراوي جمع المتنين في حديث واحد. واضح؟ يعني إيه؟ يعني جاب كلمة ولا تنافسوا اللي هي مروية من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وأدخلها في حديث من؟ أنس. يعني جمع المتنين في حديث واحد. طرحت الصورة يا إخوة؟
لا ده احنا قلنا على سبيل الايه الخطأ. احنا قلنا في قيد في الاول بلا تمييز على سبيل الخطأ والوهم. متى يسمى كذبا؟ اذا تعمد هذا. واضح؟ فهذا الراوي جمع المتنين في حديث واحد، فهذا يسمى ايه؟ ادراجا في الاسناد. واضح يا اخوة؟ تاني، ان يكون الحديث عند راو باسناد، اللي هو الحديث ايه؟ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وعنده حديث اخر باسناد غيره، فيأتي احد الرواه ويروي عنه احد الحديثين باسناده ويدخل فيه الحديث الاخر او بعضه من غير بيان. يعني هو ادخل كلمة ايه؟ لا تنافسوا في الحديث الاول وهي ليست منه على سبيل الخطأ والوهم. واضح يا اخوة؟ ولا عيد تاني؟ نعم. هي صور الى حد ما ايه يعني صعبة، لكن يعني هذا من باب يعني المعرفة. طيب، قال: ومنه ان يسمع الحديث من شيخه الا طرفا منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تماما بحذف الواسطة. واضح؟ يعني هو سمع جزءا منه من مثلا من الأعمش، جزءا منه من الايه؟ الأعمش، وجزءا آخر من بقية ابن الوليد عن الأعمش، فيأتي ويحدث بالحديث كله عن الأعمش ويحذف مين؟ بقية ابن الوليد. يعني هو أخذ جزءا منه من الأعمش والجزء الآخر أخذه بواسطة، يعني بقية عن الأعمش، فيحذف بقية ويحدث به مباشرة عن الأعمش. واضح؟ فهذا أيضا من إدراج الإسناد. الثالث: أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. تاني: أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، يعني عنده متن مثلا من حديث أبي هريرة ومتن من حديث أنس، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. واضح؟ يعني هذه الصورة، يعني عندنا حديثان مختلفان، الأول من حديث أبي هريرة والثاني من حديث أنس، يأتي هذا الراوي ويروي الحديثين بإيه؟ بإسناد واحد، ويدخل متن هذا في المتن الأول. طيب، ما الفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها؟ هذه الصورة يعني عن صحابيين مختلفين، مش صحابي واحد، لا، صحابيين مختلفين، حديث أبي هريرة مثلا وحديث إيه؟ أنس. واضح يا أخوة؟ فأيضا يعني ويصلح مثال لذلك أيضا حديث إيه؟ أنس وحديث أبي هريرة، اللي هو لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا ولا تباغضوا. واضح؟ فأيضا هذان حديثان مختلفان، فيروي الحديث بإسناد واحد ويدخل في هذا المتن ما ليس منه، أي في الحديث الإيه؟ من الحديث الآخر. واضح يا إخوة؟ طيب، الرابع: أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. يعني هذا القسم الرابع وقع لواحد يسمى ثابت بن موسى الزاهد، يعني كان ثابت بن موسى، نعم، يعني هذا حدث في حديث وقع لثابت بن موسى الزاهد، يعني كان بعض المحدثين يعني يحدث بإسناد، فدخل ثابت بن موسى هذا وكان من الزهاد العباد،
فثابت بن موسى هذا دخل على شريك، كان شريك رحمه الله يحدث بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسكت شريك ليكتب الطلاب، يعني هو الآن يملي على الطلبة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى يملي يعني هو يحدث والطلبة إيه تكتب، هذا يسمى بالإملاء، الطلبة يكتبون وراء المحدث. فقال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت ليكتب الطلاب. ففيها في هذا الحال دخل من؟ ثابت ابن موسى، وكان من الزهاد العباد. فلما رآه شريك ورأى يعني النور الذي في وجهه قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. يعني هو الآن إيه يعني يتكلم بكلام من عند نفسه، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن بعض الناس أو بعض الطلبة أن هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرواه ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فلما نظر إلى ثابت يعني شريك قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقصد بذلك من؟ ثابتا لزهده وورعه. فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد، يعني ثابت هذا ظن أن هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحدث به، يعني كان يقول حدثني شريك عن الأعمش عن سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. واضح الصورة؟ واضحة يا إخوة؟ واضحة ولا مش واضحة؟ الإخوة اللي جلسين ورا واضحة؟ نعم. فهذا أيضا من مدرج الإيه؟ الإسناد، واضح؟ فظن ثابت أن هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله شريك عندما رأى وجه ثابت فأراد أن يعني يمدحه، فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن ثابت أن هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أيضا من مدرج الإسناد، واضح؟ نعم. أنا يعني ما أعتبرش كذب دلوقتي لأنه هو ما غيرش في سياق الإسناد ده، هو قال كلام ما حصلش خالص. ما هو إحنا قلنا على سبيل الإيه؟ الخطأ، والخطأ معفو عنه يعني في الإدراج، نعم، إلا إذا كان على سبيل العمد فهو كذب، واضح؟ طالما مش قصد الخطأ، نعم، يدخل في الإدراج، نعم. فهذه أنواع الإدراج في الإيه الإسناد. ثم قال هذه أقسام مدرج الإسناد. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه. احنا قلنا الإدراج في المتن أن يدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه بلا فصل، يعني لا تستطيع أن تميز بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام غيره. فتارة يكون في أوله، يعني الزيادة تارة تكون في أول الإيه المتن، وتارة في أثنائه يعني في وسط المتن، وتارة في آخره يعني في آخر المتن وهو الأكثر. يبقى الإدراج في المتن يا إخوة إما أن يقع هذا الإدراج في أول المتن، وإما أن يقع في وسط المتن، وإما أن يقع في آخر المتن، لأنه يقع بعطف جملة على جملة. طيب نريد أن نمثل للإدراج في أول الإسناد. مثال المدرج في أول الحديث ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء مدرج من قول أبي هريرة، يعني بعض الرواة روى الحديث
قل له من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. والعلماء رحمهم الله بيّنوا أن لفظ أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية، واضح؟ كما بين في رواية البخاري، يعني البخاري روى هذه الرواية إزاي؟ قال: عن آدم، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. شفت رواية البخاري عملت إيه؟ فصلت كلام أبي هريرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو هريرة رأى ناسا يتوضؤون لا يسبغون الوضوء، يتركون الإيه؟ الأعقاب، اللي هي خلف القدم، بدون إيه؟ بدون أن تمسها الإيه؟ الماء. فقال: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. فكلمة أسبغ الوضوء من كلام من؟ أبي هريرة. جاء بعض الرواة وجعل هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قال رسول الله: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. يبقى أدخل في المتن إيه؟ ما ليس منه بلا فصل على سبيل الخطأ والوهم، واضح إخوة؟ والذي بيّن لنا ذلك رواية من؟ البخاري. رواية الإيه؟ البخاري ميزت كلام أبي هريرة من كلام رسول الله، فصلت كلام أبي هريرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثال للإدراج في إيه؟ في أول المتن: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. بس انتبهوا يا إخوة، كلمة أسبغ الوضوء وردت، يعني صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن نحن نتكلم في هذه الرواية، في رواية أبي هريرة أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة وليست من كلام إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، مثال للمدرج في وسط الإسناد، عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب، مثال للمدرج في وسط الإيه؟ الإسناد. لا تنسوا، المدرج هو أن يدخل الراوي في المتن ما ليس منه بلا تمييز على سبيل الخطأ والوهم. من يعرف لنا الإدراج في المتن بسهولة جدا؟ هو إدخال ما ليس من المتن على غير القصد، على سبيل الخطأ أو السبب بلا تمييز. تمام. يعني انت عبر انت باسلوبك، اهم حاجه ان تفهم وان تعبر. يبقى ان يدخل الراوي في المتن، يعني في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما ليس منه بلا تمييز. يعني الروايه الخطا قالت ايه؟ قال رسول الله: اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار. لم تميز بين كلام ابي هريره وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بلا تمييز على سبيل الخطا والايه والوهم. طيب، مثال للمدرج في المتن في وسط المتن، قال مثل حديث عائشة، وهو حديث مشهور الحمد لله، يعني تعرفونه كلكم، في بدء الوحي في البخاري وغيره: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد. التعبد هنا من كلام الزهري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث، والتحنث التعبد. كلمة التحنث وهو التعبد من كلام من؟ الزهري، ليس من كلام عائشة رضي الله عنها. فالزهري أدرج هذه الكلمة في المتن، وهذه الكلمة ليست من المتن، لكن أدرجها على سبيل التفسير، أراد أن يفسر كلمة الإيه؟ التحنث. كان يتحنث أي إيه؟ يتعبد، واضح؟ فهنا أدخل في المتن ما ليس منه على سبيل الإيه؟ الوهم والخطأ. وهذا التفسير أو هذه الكلمة المدرجة في وسط الإيه؟ في وسط الإسناد. طيب، مثال المدرج في آخر الحديث، مثال المدرج في آخر الحديث، قول حديث أبي هريرة في الصحيح: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. بالحديث الآخر مرة ثانية: للعبد الإيه؟ للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك.
أين الكلمة المدرجة؟ لا، من الأول والذي نفسي بيده، لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. يبقى المتن فقط كلام النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران فقط. أبو هريرة لما سمع هذا الحديث قال إيه؟ والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي والحج لأحببت أن أموت وأنا مملوك. ليه؟ لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعبد المملوك أجران، فقال لولا الجهاد وبر أمي والحج لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فهذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما الدليل يا إخوة على أن هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعقل أن الرسول يقول أحببت أن أكون أموت وأنا مملوك، دي حاجة. إيه تاني؟ أيوة أحسنت، يعني يقول لولا الجهاد والحج وبر أمي. ومعلوم أن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت وهو صغير وهو ابن 6 سنين، فكيف يقول وبر أمي؟ واضح؟ فلا يعقل أبدا أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لولا الجهاد والحج وبر أمي، لا يعقل أن يقول هذا وأمه صلى الله عليه وسلم ماتت وهو طفل صغير وابن 6 سنين. فهذا الكلام من كلام أبي هريرة أدرج في الحديث على سبيل الخطأ والوهم، واضح؟ فبعض الرواة نسب هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبر أمي لأن أمه ماتت وهو صغير. وأيضا كما قال الإخوة يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الإيه؟ أن يتمنى الرق وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. فهذا مثال للمدرج إيه؟ في آخر الإسناد، واضح يا إخوة؟ هذا مثال. يبقى إذن الخلاصة الإدراج قد يكون في أول الإسناد أو للمتن، وقد يكون في وسطه، وقد يكون في آخره، واضح؟ طيب، ثم قال وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله يعني في أول المتن، وتارة في أثنائه يعني في وسط المتن، وتارة في آخره وهو الأكثر. يبقى الأعم الأغلب الإدراج يقع في آخر المتن، هذا هو الأعم الإيه؟ الأغلب، أن يقع الإدراج في آخر المتن. قال لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة، كما قال أبو هريرة إيه؟ أسبغ الوضوء. فكلمة أسبغ الوضوء من كلام من؟ من كلام أبي هريرة، فأدمجها الراوي في الحديث على سبيل الإيه؟ الخطأ. أو من بعدهم كما فعل من الزهري لما فسر كلمة الإيه؟ التحنث، بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. يعني قد يكون الكلمة المدرجة من كلام الصحابي، وقد يكون من كلام من بعد الإيه؟ الصحابة من التابعين ومن بعدهم. ثم قال ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. يبقى نكتب كيف يدرك الإدراج أو طرق معرفة الإدراج. طرق معرفة الإدراج، طرق معرفة الإدراج يعني كيف نعرف أن هذا اللفظ مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عرف العلماء ذلك؟ قال ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه، يعني تأتي رواية تفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الصحابي. يبقى هذا الإيه؟ هذا الدليل الأول. يبقى أن تأتي رواية تفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الصحابي، كما في حديث من مات
يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات لا يشرك بالله شيئا إيه؟ دخل، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. كيف عرفنا أن 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 لفظ ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة من كلام ابن مسعود؟ أتت رواية فصلت كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن مسعود، فجاءت الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا، ابن مسعود يقول وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فهذه الرواية ماذا فعلت؟ فصلت كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن مسعود، واضح؟ وكما في حديث إيه؟ أسبغ الوضوء أيضا هذه الرواية فصلت كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام أبي هريرة، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، يعني الراوي نفسه يقول أنا الذي قلت هذه الكلمة كما قال ابن مسعود، وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أن ينص الراوي على أنه إيه؟ أضاف هذا الكلام في الحديث. أو من بعض الأئمة المطلعين، يعني الإمام يقول هذه الكلمة مدرجة في الحديث ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، هذا أيضا قرين على الإدراج، استحالة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في حديث إيه؟ لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، يستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأيضا كما في حديث إيه؟ الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ما الكلمة المدرجة في الحديث؟ يبقى الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ما الكلمة المدرجة؟ وما منا. ليه؟ كيف عرفت أنها مدرجة؟ أحسنت، لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه معصومون من الشرك، فابن مسعود قال وما منا إلا، يعني يصيب شيء من التشاؤم والطيرة لكن الله إيه؟ يذهب هذا المعنى بالتوكل. أحيانا الإنسان مثلا يصاب بشيء من التشاؤم أو كذا لكن يرجع ويقول لا، يعني الضر والنافع والله، ويرجع إلى معاني التوحيد فيذهب هذا المعنى. فيستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يستحيل، لأن الأنبياء معصومون من الشرك الأكبر والأصغر، واضح؟ لكن الذي قال هذا هو ابن مسعود، وبعض الرواة نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإيه؟ الخطأ. فاستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، هذا أيضا من القرائن التي يعرف بها أن هذه العبارة إيه؟ مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واضح يا إخوة؟ طيب. ثم قال وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. نعم. طيب، هذا هو المدرج. والخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب اسمه الفصل للوصل المدرج في النقل، كتاب الخطيب له كتاب في المدرج بيّن بعض الأحاديث التي وقع فيها الإدراج في الإسناد والمتن، وسماه الفصل للوصل المدرج في النقل. الفصل للوصل المدرج في النقل هو مطبوع لكن لا أعرف يعني طبعات الكتاب، واضح؟ وكتاب الحافظ ابن حجر هو قال ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر، هو يسمى تقريب المنهج بترتيب المدرج، تقريب المنهج بترتيب المدرج، وهو كتاب مفقود. تقريب المنهج بترتيب المدرج وهو كتاب إيه؟ مفقود. ثم قال أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير. إحنا قلنا السبب السابع من أسباب الطعن في الراوي الإيه؟ المخالفة. إحنا قلنا السبب السابع من أسباب الطعن الإيه؟ المخالفة. وإن المخالفة لها إيه؟ أنواع. قد تكون المخالفة بتغيير إيه؟ سياق الإسناد، واضح؟
وقد تكون المخالفة بتقديم أو تأخير، بل المخالفة لها أنواع، قد تكون بتغيير سياق الإسناد كما في الحديث الإيه المدرج، تغيير سياق الإسناد أو المتن، واضح؟ أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، يعني قد تكون المخالفة مخالفة الراوي للثقات بتقديم أو تأخير، واضح؟ أي في الأسماء كمرة ابن كعب وكعب ابن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر فهذا هو المقلوب. يبقى المخالفة هنا بتقديم أو تأخير، وهذا هو المسمى عند العلماء بالحديث الإيه؟ بالحديث المقلوب. طيب نريد أن نعرف الآن الحديث الإيه؟ المقلوب. يبقى الحديث المقلوب هو ما وقع في متنه، حديث المقلوب هو ما وقع في متنه أو إسنادي تقديم أو تأخير على سبيل الخطأ والغلط. يبقى الحديث المقلوب هو ما وقع، رحمكم الله، حديث المقلوب هو ما وقع في متنه أو إسناده تقديم أو تأخير على سبيل الخطأ والوهم. يبقى المخالفة في الحديث المقلوب بتقديم أو تأخير، يبقى هو ما وقع في متنه أو إسناده تقديم أو تأخير على سبيل الخطأ والوهم. والقلب أو الإقلاب أو الحديث المقلوب، الإقلاب قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، يعني إما أن يكون في المتن وإما أن يكون في الإسناد كالحديث الإيه؟ المدرج. فالإدراج يقع في الإسناد ويقع في المتن، والقلب أيضا يقع في الإسناد ويقع في المتن. ثم ذكر الحافظ رحمه الله القلب في الإسناد، قال: أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء كمرة ابن كعب وكعب ابن مرة. يعني القلب إخوة في الإسناد أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الراوي واسم أبيه، أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة أو اسم أبيه. يعني مثلا مرة ابن كعب يقلب هذا الاسم فيرويه ايه؟ كعب ابن مرة، يعني يقلب ايه؟ يقلب اسم الراوي، واضح؟ هذا من قلب الايه؟ من القلب في الإسناد، أن يقلب اسم الايه؟ الراوي. فبدلا من أن يرويه عن مرة ابن كعب يقول ايه؟ كعب ابن مرة، واضح؟ وهذا حدث لشيخ الألباني رحمه الله عندما كان يحقق بعض الأحاديث، انقلب عليه اسم الراوي، انقلب عليه ايه؟ اسم الراوي. يعني مثلا مرة ابن كعب الشيخ قرأه ايه؟ كعب ابن مرة، انقلب عليه ايه؟ اسم الراوي. ثم بحث عن كعب ابن مرة فلم يجده في كتب الايه؟ في كتب الجرح والتعديل. ليه؟ لأن انقلب عليه اسم الراوي، قدم وأخر في اسم الراوي فلم يعرفه. فانظر إلى خطورة هذا الأمر. فهذا هو القلب في الايه؟ في الإسناد، أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه، يجعل اسم الأب اسم للراوي، اسما للراوي، واسم الراوي اسما للأب، يعني يقلب الايه؟ يقلب الراوي. قال: لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر فهذا هو المقلوب، فهذا هو المقلوب. قال: والخطيب فيه كتاب رافع الارتياب، يعني رافع الارتياب، لا رافع الارتياب، نعم. وقد يقع القلب في المتن أيضا، يبقى القلب كما يقع في الإسناد يقع فيه المتن، واضح يا إخوة؟ كما يقع في الإيه؟ في الإسناد يقع في المتن، كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في عرشه، ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. يبقى هنا إيه؟ انقلب عليه الإيه؟ المتن. احنا قلنا المخالفة إذا كانت بتقديم أو تأخير يسمى إيه؟ قلبا. فالقلب في المتن أن يقدم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث، واضح؟
أن يقدم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث. الرواية الصحيحة إيه؟ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، دي الرواية الإيه؟ الصحيحة. لكن انقلب هذا المتن على الراوي فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق إيه؟ شماله. فهنا إيه؟ قدم وأخر في متن الإيه؟ قدم وأخر في متن الحديث، هذا يسمى إيه؟ قلبا في المتن. يبقى الرواية الصحيحة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن الإنسان يعني يعطي بالإيه؟ باليمين ويأخذ بالإيه؟ باليمين، ولا يستعمل الشمال لا في الأخذ ولا في العطاء. فهذا الراوي قدم وأخر فيه المتن، قدم إيه؟ وأخر في المتن. ونحن عرفنا إذا كانت المخالفة بتقديم أو تأخير هذا يسمى إيه؟ قلبا، يسمى قلبا. يعني مثلا عبد الله بن محمد يقلب الراوي فيجعله إيه؟ محمد بن عبد الله، قدم وأخر في اسم الإيه؟ الراوي، هذا يسمى قلب. وإذا انقلب الراوي على الـ على الـ على الراوي، إذا انقلب الراوي على الراوي هذا يعني إيه؟ يعني قد لا تجد ترجمة لهذا الراوي، كما حصل للشيخ الألباني رحمه الله، يعني البصر يعني خانة فانقلب عليه اسم الراوي، فظل الشيخ يبحث يعني بحثا يعني مستميتا في حال هذا الراوي، فلم يجده في كتب الجرح والتعديل. ليه؟ لأنه انقلب عليه. وأيضا مات الشيخ رحمه الله ولم يصل إلى ترجمة لهذا الراوي، لأن لا وجود أصلا له في الحقيقة، يعني لأنه هو في الأصل مثلا كعب بن مرة فانقلب مرة بن كعب، فليس له وجود في إيه؟ في الحقيقة. فمات الشيخ رحمه الله وهو يعني يظن أن هذا الراوي إيه؟ مجهول. لكن من قرأ يعني من قرأ للشيخ عرف أن الراوي إيه؟ انقلب عليه عن طريق إيه؟ البصر، فانقلب عليه اسم الراوي. كذلك القلب يكون في المتن، أن يقدم الراوي أو يؤخر في متن الحديث، واضح؟ وعرفنا ذلك لأن الرواية الصحيحة جاءت في صحيح البخاري حتى لا تعلم شماله ما تنفق إيه؟ يمينه. والرواية المدرجة وقعت في صحيح مسلم، يعني مسلم رحمه الله روى الإيه؟ روى الرواية الإيه؟ المقلوبة، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، واضح؟ فهنا القلب يعني في المتن كما يقع فيه الإسناد. طيب يبقى الآن المخالفة السبب السابع من أسباب الطعن في الراوي، مخالفة الراوي للثقات. هذه المخالفة قد تكون هذه المخالفة في الإدراج، قد تكون إيه؟ بتقديم أو تأخير، واضح؟ وعرفنا أنواع الإدراج، وعرفنا أن الإدراج يقع في الإسناد كما يقع في المتن، وأيضا عرفنا أن الإدراج يكون في أول المتن وفي وسط المتن وفي آخره، وهو الأكثر الأعم والأغلب أن يقع الإدراج إيه؟ في آخر المتن. وعرفنا كيف يعني يتوصل العلماء إلى أن هذه العبارة مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يعني يقول العالم هذا الكلام مدرج، تعرف أنه إيه؟ أن هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الثمرة من دراسة علم الحديث. عندما تقرأ كلام العلماء تفهم من مراد، يعني إذا قال حافظ ابن حجر مثلا يشرح حديثا في فتح الباري فيقول وهذه اللفظة مدرجة في الحديث، إذا لم تكن يعني درست علم الحديث تقول ما معنى مدرجة، لكن إذا عرفت درست الإدراج وعرفت ما معنى المدرج تستطيع أن تفهم كلام الإيه؟ الحافظ ابن حجر. فإذا قال هذه الكلمة أو هذه اللفظة مدرجة في الحديث عرفت أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام بعض الإيه؟ الصحابة أو من بعض التابعين أو من بعدهم، يعني ليست في متن الحديث، وعرفت أنها إيه؟ يعني ضعيفة، لأن الإدراج حكمه يعني من أقسام الضعيف، المدرج ضعيف يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في البعث الحثيث قال، يعني تكلم عن حكم الإدراج، قال أما الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث ففيه بعض التسامح، والأولى أن ينص الراوي على بيانه. يعني إذا كان الإدراج لأجل تفسير كلمة غريبة في الحديث
فقد يتسامح في ذلك، لكن الأولى أن ينص الراوي على هذه الكلمة، كما في حديث إيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنس الليالي ذوات العدد، فقال التحنس التعبد، فهنا فسر هذه الكلمة الغريبة. وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير عمد فلا حرج على المخطئ، لا حرج إلا إن كثر خطأه فيكون جرحا في ضبطه وإتقانه. يعني إذا أكثر الراوي من الأحاديث المقلوبة على سبيل الخطأ فهذا يؤثر في إيه؟ في ضبطه وإتقانه، قد نحكم عليه بأنه إيه؟ ضعيف. وأما ما كان من الراوي عن عمد فإنه حرام كله على اختلاف أنواع باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول وغيرهم. واضح؟ يعني إذا تعمد الإنسان هذا فحرام عليه. طيب أختم حديث القلب بواقعة حدثت للإمام البخاري رحمه الله عندما ذهب إلى بغداد. قال الشيخ أحمد شاكر: وقد يقلب بعض المحدثين إسناد حديث قصدا لامتحان بعض العلماء لمعرفة درجة حفظهم، كما فعل علماء بغداد حين قدم عليهم الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري. يعني البخاري رحمه الله قدم إلى بغداد فأرادوا أن يمتحنوا حفظ البخاري رحمه الله، فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها. قلبوا الإيه؟ المتون والأسانيد. يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات يركبون هذا المتن على إسناد آخر، إسناد مثلا لا تباغضوا ولا تحاسدوا، ومتن لا تباغضوا يركبون هذا المتن على إسناد حديث إنما الأعمال بالنيات. واضح؟ يعني قلبوا الأسانيد والمتون، يركبون أسانيد على متون مختلفة. يعني حديث مثلا إنما الأعمال بالنيات يروي من؟ لا، من أول السند يحيى بن سعيد الأنصاري عن حميدية عبد الله بن سبأ. لا، حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن علقمة عن يحيى بن سعيد، لا يعني يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن، طيب المهم يعني يأتي إلى إسناد إنما الأعمال بالنيات ويركب له متنا آخر، ويركب له إيه؟ متنا آخر وهكذا. فهم قلبوا الأسانيد والمتون. واضح؟ فليه؟ ليمتحنوا حفظ الإمام البخاري رحمه الله. وجعلوا متن هذا الإسناد، وجعلوا متن هذا لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن، وإسناد هذا لمتن آخر، ودفعوها إلى 10 أنفس، إلى كل رجل 10 أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري، وأخذوا الموعد للمجلس. فحضر المجلس جماعة وأصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين. فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من 10 فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري لا أعرفه. يعني هو يقول له حديث، يعني يذكر إسنادا ويذكر المتن. وليش فضل اقرا يحيى بن سعيد الانصاري. هو بدا من اول حدثنا الحميدي عبد الله بن السبيل، نعم. حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمه وقاص الليثي عن عمر يقول سمعت عمر. نعم، فهذا الاسناد يركب له مثلا حديث ايه، حديث مثلا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، فيقوم هذا الراوي فيقول البخاري حديث يرويه الحميدي عن الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر لا تباغضوا ولا تحاسدوا، فالبخاري يقول له إيه؟ لا أعرفه. صحيح هذا المتن ليس بهذا الإسناد، هو بإسناد إيه؟ آخر. فالمهم فسأله عن آخر حديث آخر فقال لا أعرفه، فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من 10 والبخاري يقول لا أعرفه. فكان الفقهاء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل، يعني الذين دبروا هذا قال فهم الرجل، ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم.
يكون هذا البخاري الذي يكون عنه أمير المؤمنين يعني يسأل عن 10 أحاديث فيقول لا أعرفه. ثم انتدب إليه رجل آخر، هم طبعا أعطوا لكل 11 أحاديث. قام الثاني فسأله عن 10 فقال لا أعرفه لا أعرفه، والثالث والرابع والعاشر يقول إيه لا أعرفه، وصحيح لا يعرفه لأنه ركب متن على إسناد آخر وإسناد على متن آخر. ثم قام، فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا وكذا، فرجع كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع على الولاء حتى أتى على تمام 10، فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها، فأقر له الناس بالحفظ وأزعنوا له بالفضل. من حفظ البخاري رحمه الله. لا 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 لم يستعمل. نعم. فرد كل يعني متن إلى إسنادي وكل إسناد إلى متنه. فيعني هذا من يعني طبعا البخاري رحمه الله كان أمير المؤمنين في الحديث. طيب يا أخو أحد عنده سؤال في المدرج والقلب؟ طيب. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونكمل إن شاء الله المرة القادمة ونأخذ المزيد في متصل الأسانيد إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.